ما في شك انه الظروف اللي عم بيمرق فيها اليوم العالم من ناحية التحديات والخطورة ما إلا مثيل من الحرب العالمية الثانية يلي تشكل على أساسها النظام العالمي الجديد. اليوم في نظام عالمي جديد يتشكل، أو بالأحرى هناك قوى صاعدة تمتلك مقومات القوى العظمى، إن كان على الصعيد العسكري أو الاقتصادي، روسيا والصين، ومعها مجموعة كبيرة من الدول لم تعد تقبل بهذا النظام الذي وجد بين الحرب العالمية الثانية. نحن في خضم مواجهة عالمية عند بعد عسكري يتمثل في الحرب بأوكرانيا يلي هي حرب بين روسيا والمعسكر الغربي، وتتمثل أيضا في التحالف الاستراتيجي الذي يبنى بشكل واضح ومتعدد الأبعاد بين روسيا والصين، وهو هون الشق الاقتصادي. وأيضا هناك تكتلات عسكرية جديدة عم تحاول توجدها الولايات المتحدة الأمريكية لتطويق الصين. إذا نحن بخضم مواجهة عالمية قد تتدحرج إلى مواجهة مباشرة بين القوى العظمى. لذلك الحديث الذي يدور حتى على لسان مسؤولين ومفكرين وباحثين جديين وعندهم يعني كثير مصداقية حول إمكانية نشوب حرب نووية، ما فيها مبالغة. كل شيء معقول إذا يعني إذا أرادت أو إذا لم ترغب أمريكا في الأخذ بالحقائق الجديدة التي تجعل منا أن الدورة كقوة مهيمنة وحيدة على العالم انتهى. لحد اليوم لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بهذا الواقع. لذلك أنا بقول أنه المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات. موضوع تلزيم التيرمينال 2 لمطار بيروت، صحيح لبنان بحاجة لمرفق جديد للسواح، لأنه الازدحام اللي حصل بمطار بيروت من سنة 2019 حتى الآن مشكلة وأسف. بس أنا بشوف أنه لبنان فيه مرافق وفيه مناطق لازم يكون فيها مطارات تانية. اللي حصل هو استباق لأي طرح بإنشاء مطار آخر بلبنان، هيك شوف أنا، ولو كان روجوا وعملوها بطريقة منع قانونية. هلأ ديوان المحاسبة عن ينظر الموضوع، بس ايه بس انه هذا ما بيلغي انه تهربت العقد، تهرب العقد بساعة سماعة. يعني وين بين اللبنانيين حاليا؟ هل هالتيرمينال 2 بده يلحظ شركات تانية تلغي احتكار الميدل ايست اللي يعني يدفع ثمنه اللبناني، مش شركة، مش الاجانب يعني يدفعوا ثمن الاحتكار تبع الميدل ايست. من 2019 حتى الان الكل اللي عم يجوا من الخارج هن من اصول لبنانية او لبنانيين مغتربين عم يجوا عند اهاليهم. شو عم نعمل فيهم نحن؟ عن دفعهم حق البطاقة مرتين وثلاثة أكثر، عدا عن الكومبينات والعمليات الفساد اللي بتصير إنه بتجي الميدل إيست بتوقف خط معين، بتكون متفقة مع شركات تانية، وهيدا بيقدر يعملها رئيس الشركة وحده بدون ما يعطي علم للشركة أو للدولة تستفيد منها، بياخد كوميسيون على كل راكب. أنا برأيي أنه أول شيء يلغوا احتكار الميدل إيست، يلغوا احتكار مطار بيروت، في مطار رياء، في مطار الليعات، في مطار حميد، في كتير مطارات. أنه عن نعمل نحن تيرمينال تاني تنقول للعالم أنه لا صار المطار بيستوعب، لا شيء المشكلة بالمطار بس،
مش اللي بالمطار بس ولا بالوصول الى المطار. لا ما بنعمل، لا ما بنمشي، شو بده مطار رياء؟ من زمان كان جاهز هو للعمل. لا بدنا نجي نقول نحن نخالف القوانين بالتلزيمات وبكل شيء ونقول انه ما في غير مطار بيروت، على راسي بيروت العاصمة، بس ما بدنا نتطور. بداية من حرب تموز للثورة لانفجار 4 آب للكورونا لكل المشاكل اللي مرقت على الحرب اللبنانية، كان الموظف هيئة أجيره عم بيقوم بواجباته لإبقاء الاتصالات بلبنان، فلا يمكن أن نقول عنه اليوم أنه هو عم بياخذ المواطن رهينة. موظف أجيره أولا هو مواطن، ثانيا هو موظف عم بيشتغل بهيدي الهيئة، عم بيأمن حياته واستمراريته وديمومة عمله لحد ما وصلنا لمكان ما بقى قادرين نحن نكمل. معاشاتنا صارت أقل من 1%، قررنا ناخد قرار بتوقيف العمل لحتى نحسن ندفع من الرواتب تبعيتنا. فبلشت المشاكل تبين على السنترالات اللي نحن عم نعالجها يوميا والمواطن ما بحس فيها ونضل عم نصلح فيها 24 على 24. بلشت تبين للعالم انه عم تتوقف عن العمل لانه المطارات الموجوده فيها واللي عم بتكون مكان كهرباء لبنان وعم تعطي كهرباء 24 على 24 هي مطارات قديمه مستهلكه، بدها صيانه دايمه، بدها شغل دايم. فمن هون انا بوجه لهم تحيه لموظفي هيئه اوجيرو اللي عم بيقوموا بهذا العمل الجبار للحفاظ على استمراريه القطاع. نحن من واجباتنا انه نعمل الخدمه ونقدمها لكل العالم، وانما حاليا الوضع انه نحن كمان مواطنين بازمه اقتصاديه بحاجه انه نرجع نعدل المعاشات تبعيتنا ونرجع نضمن حياه كريمه للموظفين تبعونا، وخصوصا انه في عندنا ناس عم بينطردوا اولادهم من المدارس وعم بتموت اهاليهم على باب المستشفيات مثل اي مواطن لبناني. فنحن بنرفض انه ينزل الموظف اللي قدم حياته، وناس كثير من عندنا ضحت بحياتها لهذا الموضوع. شو المخاطر بتعرض لها مريض غسيل الكلى حاليا بلبنان؟ بلبنان عندنا حوالي 4000 مريض حياتهم معرضه للخطر لانه المستشفيات حاليا في عندها مشكله تغطيه لانه الجهات الضامنه ما عم تدفع اتعاب المستشفيات والاطباء، بقى يمكن المريض يحتاج هو يدفع جلساته، نعرف الوضع المادي لكم مريض. الثاني شغله عن مرضانا ما عم يقدروا يكملوا علاجاتهم مزبوط لانه ما عم يقدروا يلاقوا الادويه، واذا لاقوا الادويه عم تكون كثير غاليه عليهم ما عم يدفعوا حقها، هذا الشيء بخلي صحتهم تتدهور. بقى بدنا رجاء من الجهات الضامنه من الدوله من وزاره الصحه تنظر بهالموضوع تيقدروا يكملوا هال 4000 مريض بلبنان ونعرض حياتهم لخطر الموت. هاي انا سيرين ياسين، عمري 15 سنه وبلعب جيمناستكس من عمر 7 سنين، وبحب اقول لكل العالم اللي مثلي ولكل الاولاد اللي مثلي، لو شو ما صار قدامك وقد ما الايد بواب مسكره، لو شو ما صار ما تخلي عائق يوقف من احلامك ومن طموحك، وكفي بالشي اللي بدك اياه اذا كان بسبور او مش بسبور، يعني بكل شيء بالحياه. لو شو ما صار focus on the good thing بالشي اللي انت بدك اياه.